السلام الله عليكم الإخوان، ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في توقعات الكانتي ديالنا اللي غادي يكون يوم الغد يوم الأربعاء على الكومبين الخوت تيرسي كوارتي. كانتي الكورسة مع الخمسة الخامسة مساء 28 غشت 2024. بالنسبه للخيول المشاركه كاينه كينغ تريزي المال ديال 3 زون كارلوس يالارنر، تروازيام اخر كورسه غانيون في الباري لونشون، هذا ولد لو هافر غيكون من بين الخيول المرشحه غدا ان شاء الله. مال الدو غيكون عود ديال ماتيو بيتاغ، مفاجاه دار لينا السانكيام في الدوفيل في البيساب الفيبري، ميكائيل فوريست مونافانا في ميلا، كاين أليغانتي رقم 3 ميكائيل بارزالونا هنري أليكس بانتال من الخيول الإنجليزية اللي كانت جاية من إنجليز ودرت لينا الكانتي ديالنا، عندها غانيو في الكومبين في الكونديسيون ودرت لينا الكانتي تنظن في البروفانس، كانت دارت لينا 8 أيام تنظن من مور الكنز على ما اظن، من مور الكنز في التيران ديال دياب، والخيول اللي كتكون جايه لينا من دياب كتكون مطلوبه الاخوان. ستيفان باسكي من بين الخيول الفافوريه، هذا عود ديال شاكا براسينغ، ستيفان باسكي نيكولا كليمون في ميلا كذلك ميز فيغا الخمسة، كليمون لو كوفر لودوفيك جودبان هو المدرب ديالها في ميلا، تاهي غتكون تاهي من خيول مرشحه تقريبا غدا بستة، غدا بستة. رقم 6 رايموندين تاهي ديال ليدوفي غودفان، أليكسيس بوشان لي عفوا داميان بوش رقم 6 اللي غيكون تاهو ديال ليدوفي غودفان، غيكون تاهو غادي ب26 هو الديرنيير مينيت ديال لاكورس. بالنسبة للرقم 7 غادي يكون عندنا غادي ب22 غانيون ديالو في الفيشي، هو اللي ربح لينا الفيشي من مور كان 13 كان دار لابلاس، كينغ اوف ستار ايدي هاردوين كان دار لينا لابلاس 4 أيام، ولكن 13 من موراها هو يجي نفس التيران ونفس لا ديستونس وهو يضرب لينا الغانيون. دونك الخيول اللي مطلوبه اللي رابحه لينا، اللي رابحه لينا الفيشي، الخيول اللي رابحه لينا الفيشي كاين 7 و13 دونك اوبليجي من سات تريز. سكاي جولد تيو باشيو مال بياتوليني رقم 8 غادي يبقى من ابرز لي زوتسايدر، غادي ب 12 سعود كريستوف سوميون لا كازاك لي ديال جون بيير ديبوا، تا هو عنده بروميير في الماكساي وعنده 8 أيام اخر كورسه كندير فيها 8 أيام تا هو خوت. العشرة لي بساتايا ديال فيرون مادموزيل ماغي فيلون، 11 باريتشي هيغولو بوك، 12 مرشح عند جيني كورت ولكن تيبقى رونطري بشهر 4، وهذا لا يعني ان الخيول اللي رونطري تيبقى، المهم عنده واحد شويه الاوائق. 13 هضرنا عليه والفيميلا ديال فرانسوا هنري غرافاخ ماسيا، واخر الخيول هي ميلانغو رقم 15 مال، والسايز مادامي خيول ديال بودكا غادي يكون غادي ب 27. اذا اخوتي كنشوفو هنايا الربعة والواحد ميز فيغا والكينغ تريزي، هادو جوج ديال الخيول غادي يكونوا تقاتلوا شكون اللي غيجي فيهم، واش الان واش الكات، الكات غيكون غران فافوري والان غيكون ربما دوزيام فافوري. كاين الخمسة كاين جوج كاين ثلاثة إليغانتي رقم 3 وكاين سكاي جولد، هادو هما 7 ديال الخيول الخوت، 6 ديال الخيول وغيكون عندنا الخيول في ليزيني ديال 14 او ديال 15 الكمالة ديال 8 ديال الخيل، وهنايا غيكونوا لي تروب الفيت، وغالبا اخوتي غالبا لي تروب الفيت غتكون عند سات تريز، 7 رابح لينا تريز ولكن تريز من موراها جا ضرب غانيو في الفيشي، وخيول مطلوبة هي سات تريز.
بالنسبة للأفيك الخوت 5-4-2-1 كما كنشوفو 5-4-2-1 8-3-15-14-13-7-9-11 1-2-3-4-5-6-7-8-12 عاود 12 ديال الخيول الخوت ديليسي فيها السيد 12-10 غادي نحاول الخوت باسي ديال لاكورس الخوت كما كتشوفو مول 25 مول 18 مول 6 مول 10 مول 30 دونك هاد الكانتير عرفتو شحال غادي يدير تقريبا غيدير واحد 20000 درهم في الديزور تنهضرو على الديزور اما لورد ربما يكون نيو كانوا ضربوا لينا اربعة ديال لي مال ولي هونغر يعني الدوزيام والتروازيام والكاتريام على شانا روز ربما شانا روز غتكون في ميلا و سان بيدرو رقم 3 كان دار لينا 5 المهم كانت في ميلا وحده بالضبط فين كاينه هنا الكاتورز غادي يكون في لا ديكوفير ميس فيغا سبيسياليست وكاين الريبيريدون اللي يجي اللي هو الواحد لي زوت سايدر بوسيبل الخوت راه هي 7-13 سات تريز اما لا مشينا ل برونوستيك او التوقعات ديال هاد لا كورس دي فيرجيني كورس غادي يكون عندنا ان كات يعني ان كات نورمالمون غيكون فيهم ان سول نيميرو ان سول نيميرو ان او لا الكات بالنسبة لدوز غاناس راه خوتي راه ما كاينش داك الدوز انا في التوقعات ديالي راه ما بانش ليا فيه رونتري شهر 4 تبقى يعني ان كات اللي غيقدر يكون فيهم شي واحد الخوت كما كتشوفوا 6 15 14 5 وهنا يا الخوت كما كنشوفوا 7 7 راه كاين هنايا و 13 كاين هنايا دونك لي زوت سايدر ديال لاكوز غتكون عند 13 و 2 و 9 و 8 و 3 هذا هو لي زوت سايدر يعني يمكن 10 على 16 هنا الا بغينا نجيو نقصو غادي نقصو شي حاجه من هنايا دوز بعدا راه ما غيتلعبش المهم الباسي ديال لا كورس كما تيقولوا في ميلا غانيو لا هذا الباسي القديم هذا ما كاينش الباسي الاخر فين هو الباسي اللي حطاو علينا كانت ساكايا ساكايا في الكومبيين وكانت ازكا وكانت ماجيران وشيار دي وايام دي بيلفر ونفس الكوتاج اللي كانوا هنايا مول 30 مول 12 مول 4 مول 13 مول 11 دونك الباسي اللي في الكورس اللي في البروغرام ما كاينش ما عرفناش فين هو الباسي الباسي ما كاينش الباسي هذا هو الباسي الاصلي هو هذا هو الباسي الاصلي ساكايا ساكايا ازكا هاد ساكايا الخوت تكون جايه لينا من الفيشي غانيون بيناليزي غتضرب لينا الكانيو ان شاء الله منين جايه بالضبط كانت عليها هيغو بينيير هيغو بينيير ديال كارمن بوسكي الكانيو ديالها الكانيو كان جايه لينا من الفيشي في الهونديكاب يا هادي يا هادي الكورسه ديالها هي هادي الفيميلا كان جايه لينا من بري دو بيرجر دو لاليير غانيو مشات بوحدها ولكن الى رجعنا لعند اللي تكون هو العود اللي جرى لينا عند البري بالضبط نحسبوه كاين سيدي الطريز كاين سيدي الطريز غانيو ديالو هي هادي في العشرين واش هادي ولا اللي تحت منا هذا هو عود هذا هو العود هذا هو العود بري دو بيرجر وكاين حتى السبعة ولكن السبعة غانيو في 25000 أورو بري دو شارل شاغوليز شاغولي وحتى العود اللي جاري لنا في البري دو شاغولي راه تيجي دونك فيها 7-13 دونك هاد 7-13 خاصها شي دعم عند الخيول عند ما بين الاه والكات والسانك والدو وداك الكاتورز وداك الطروه وداك الويت تما فين غتكون ديك لاريف ان شاء الله نتمنوا الخير خوتي ونتمنى نكون وصلنا ديك الفكره ونتمنى عاوتاني من هادشي كامل
تكون فكره صائبه وصافي، واللي تفرج في هذا الفيديو يدير لنا ديك لايك. هذا ما كان، تحياتي لكم الاخوان، دمتم في رعايه الله وحده، ومع السلامه.